أعزائي المشاهدين، تحدثنا في حلقة فائتة من حلقات هذه السلسلة من الأحاديث عن أعلام من العراق، عن سيدة نابهة فريدة من نوعها إذا جاز التعبير، هي سيدة زمرد خاتون. وقلنا أن هذه السيدة التي هي زوجة الخليفة المستضيء وأم الخليفة الناصر قامت بما لم تقم به المؤسسات الكبرى من أعمال الخير والإنشاء، من إنشاء المساجد والمدارس وأعمال والمبرات الكثيرة التي قامت بها والصدقات الجارية إلى غير ذلك. ونود في هذه الحلقة أن ننوه بضرة لها، زوجة أخرى للخليفة المستضيء، كانت له زوجتان، زمرد خاتون ثم سيدة أخرى هي بنفشة خاتون، وقد تزوج بنفشة بعد زمرد. وكان المتوقع في مثل هكذا حالات أن يحدث بين الضرتين ما يحدث من منافسة ومن خصام، وهذا أمر طبيعي لا سيما في ظل القصور، حياة القصور التي كانت تجري في ذلك العصر وفي كل عصر. لكن الذي حدث أن هاتين السيدتين لم تتنافسا فيما يتنافس فيه الضرات عادة من مكائد ومن غيرة ومن نحو ذلك، وإنما تنافستا في أعمال الخير والبر والعمارة والإنشاء. كلما أنشأت هذه مسجدا أنشأت تلك مسجدا آخر، وكلما أنشأت هذه مدرسة أنشأت تلك مدرسة أخرى، حتى ملأتا بغداد بمنشآتهما، لم يبقى شيء من أعمال البر إلا وقام به، قامتا به. وحديثنا اليوم عن هذه الضرة، الزوجة الثانية بنفشة خاتون ماذا فعلت؟ بنفشة خاتون كانت جارية ثم تزوجها الخليفة المستضيء وحظيت عنده بين نسائه، و يعني كانت يبدو مطبوعة على أعمال الخير، مطبوعة على أعمال الخير، عمل الخير يجري في طبعها، فقامت بأعمال كثيرة وكبيرة ومهمة في رفض الحياة الثقافية وفي التخفيف عن أهل بغداد وإضافة المنشآت الخدمات العامة إلى مدينتهم. من ذلك مثلا أنها أنشأت مدرسة كبيرة مهمة على شاطئ دجلة في جنوب دار الخلافة، يعني في الآن موقعها معروف تماما تماما عند أظن مركز الأوراق المالية، سوق الأوراق المالية هناك على ضفة دجلة، أنشأت مدرسة، كانت هذه المدرسة قصرا لأحد الوزراء، يعني اعتكف فيه في آخر حياته وهو الوزير ابن جهير، ثم حينما توفي اشترته بحر مالها من ورثة هذا الوزير، وحولت هذا القصر إلى مدرسة فخمة ويعني متكاملة المرافق والحجرات، وعينت أو اختارت عالما معروفا من علماء بغداد وهو أبو جعفر ابن الصباغ ليكون مدرسا في هذه المدرسة، وكانت في المدرسة مدرس واحد يعاونه معيدون حسب تقاليد المدارس في ذلك العصر، وسلمته مفاتيح المدرسة ليتولها، ثم بعد حين قصير أخذت منه المفاتيح وسلمتها للعلامة عبد الرحمن أبو الفرج ابن الجوزي. وهذه مسألة ملفتة للنظر، يعني كانت هذه السيدة تدقق في كل أحوال مدرسيها، فإذا ما بدا لها شيء يعني يستوجب تغيير هذا المدرس بغيره فعلت، يعني من كما نقول اليوم كانت تجري لهم مقابلة، كما يعني استقرت الأعراف الجامعية في عصرنا هذا، كانت يبدو أنه كانت تقابلهم أو كانت تكلف
يعني لجنة لمقابلتهم، فإذا ما بدا لهم لهذه اللجنة أن هذا الأستاذ على علمه الوافر يعني فيه ضعف ما في طريقة تدريسه، في شيء ما، عزلته أو نقلته وجاءت بغيره، وهكذا كانت تفعل في مدرستها. ولت العلامة الشهير عبد الرحمن ابن الجوزي صاحب المؤلفات التي زادت على المئات، كلفته بإدارة هذه المدرسة وسلمت له المفاتيح. يصف لنا ابن الجوزي الاحتفال المدهش الذي قامت به هذه السيدة بمناسبة افتتاح مدرستها. قال: وقف القضاة والأعيان والناس جميعا من مسافة بعيدة على جانبي الطريق احتفالا واحتفاء بهذا الافتتاح، وأقامت الولائم ووزعت الصدقات وذبحت الخراف والأبقار، وفرح أهل بغداد، وكان ذلك يعني بسبب اهتمامها بهذه المنشأة المهمة والكبيرة. مدرستها هذه عرفت بمدرسة بنفشة خاتون، وكتبت على جدرانها العبارات التي تؤرخ قيام هذه السيدة بافتتاح أو بإنشاء هذه المدرسة، وألحقت بها خزانة كتب نفيسة. وصلنا منها إلى زماننا هذا مخطوط نشر في أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، عنوانه: الأنساب المتفقة في الخط المختلفة بالنقط والضبط. وصلنا بخط ابن الجوزي نفسه مدرس تلك المدرسة. المدرسة استمرت يعني تقوم بدورها، لأن الرحالة المغربي ابن جبير حينما زار بغداد ذهب إلى هذه المدرسة وحضر محاضرة كان يلقيها ابن الجوزي، وحقيقة دهش هذا الرحالة بطريقة التدريس وبفخامة الأداء وفخامة كل شيء في هذه المدرسة والحشود من الطلبة والذين حضروا إليها. وكان يعني طريقة التدريس تجري كما يحدث في زماننا، أو في أحسن ما يحدث في زماننا. كان المحاضر يلقي محاضرة قصيرة ثم يفتح باب النقاش، فيقول: تطير إليه الرقاع. تطير إليه الرقاع يعني الرقاع هي البطاقات أو الورقات التي تكتب فيها الملاحظات وتدون فيها الأسئلة. تطير بمعنى ترفع إليه، إلى هذا الشيخ، هذا الأستاذ، وهو يجيب عليها بسرعة وبانطلاق، يعني أسلوب نوعا ما يشبه أساليب السيمينارات في جامعاتنا، المحاضرات التي تعقد لأغراض علمية من يعني مشابهة. من مبراتها الكثيرة أنها أنشأت جسرا كاملا على دجلة. هذه من أعمال المؤسسات يعني، لكن هذه السيدة كانت تفكر كل يوم بما يمكن أن ينفع الناس، فأنشأت جسرا لتخفيف الزحام للعابرين يعني من الجانب الشرقي إلى الغربي وبالعكس. كان آخر جسر هو جسر سوق الثلاثاء، يعني يقع بالضبط في بين أسفل بيت الحكمة الآن أو وزارة الدفاع والجانب الآخر من الكرخ، لكن هذا أصبح الثقل السكان، يعني كان ينتقل جنوبا إلى داخل بغداد، فاقتضى أن تنشئ جسرا في منطقة أدنى من هذا. هذا أصبح جسرا علويا عاليا يعني، فأنشأت جسرا كبيرا يصل بين الجانب الشرقي والجانب الغربي، فخفف هذا الزحام وسهل على المجتازين والعابرين إلى ذلك الجانب من جانب إلى آخر. أيضا أنشأت عددا من القناطر المبنية يعني على عقود على الأنهار التي كانت تخترق بغداد، لا سيما في جانبها الغربي. كان هناك نهر يدعى نهر عيسى يأخذ من الفرات ويصب في دجلة قرب إعدادية
الكرخ للبنين أو قرب جامع قمرية. وكان الناس يعبرون يجتازون يعني هذا النهر عن طريق الزوارق، فأنشأت قنطرة على هذا النهر، وكان هذا النهر عريض نسبيا يعني، فأنشأت قنطرة عليه فسهلت بذلك عبور الناس ووصولهم من ضفة إلى أخرى. كانت هذه السيدة يعني يتفتق ذهنها في كل يوم عن عمل مفيد يمكن أن تقوم به. من أعمالها الحقيقة المبتكرة تماما أنها أنشأت أول ما نسميه اليوم يعني حوضا لرفع المياه على ارتفاع كبير من أجل إحداث نافورات في منطقة من مناطق بغداد. يعني كما الآن نقول ينصبون تانكي في مكان ما، حوض ما إلى غير ذلك، حتى يغذي الماء النازل مجموعة من الدور ومجموعة من الأحياء إلى غير ذلك. قامت هذه السيدة بابتكار طريقة لرفع المياه إلى مسافة عالية، إلى ارتفاع عالي، فأقامت منشأة على نهر دجلة في مكان في أعلى دار الخلافة. في دار الخلافة هي حقيقة ليست قصراً للخليفة فحسب، وفيها قصور، ولكن فيها أيضاً منشآت حكومية، وفيها حي يسكنه الناس يعني. فأرادت أن تغذي هذه المنطقة وربما ما حولها بالمياه، فأنشأت مبنى أو داراً كبيرة تتألف من 4 طوابق. الطابق الأول فيه كرد أو ناعور يعني مسنن يدور أفقيا تحركه الدواب، وتتحول يعني يحرك هذا المسنن الأفقي مسنن عمودي عليه يعني طاسات أو يعني أواني لرفع المياه إلى مستوى يعني يقدر بحدود 1.5 متر إلى 3 مترات. ثم بنت فوق هذا البناء أيضا كرد آخر، يعني بيت آخر أو حجرة كبيرة أخرى فيها أيضا مسنن أفقي وأيضا تحركه الدواب، يأخذ الثاني من الأول. والكرد الثاني يعني هذا العلوي أيضا يحرك مسننا عموديا يرفع المياه من الحوض الأول إلى الحوض، إلى حوض أعلى، إلى الحوض الثاني، ومن الحوض الثاني إلى الحوض الثالث. 4 أحواض يصعد إليها الماء طبقة بعد طبقة عن طريق هذه الكرود أو هذه الدواليب الأفقية العمودية، يعني مسنن أفقي ويحرك مسنن عمودي ويرفع الماء عن هذا من خلال هذه الطريقة طابقا بعد طابق حتى يصل إلى حوض كبير في الأعلى. يعني لو افترضنا أن كل طابق كان بارتفاع 2.5 إلى 3 أمتار بهذا يعني هذا هو المعتاد، معنى ذلك 4 × 3 = 12 متر بارتفاع 12 متر، هذا شيء يعني عال تماما في خاصة يعني في ذلك العصر. يرفع المياه إلى هذا الحوض ثم ينزل في أنابيب بقوة طبعا بحكم اندفاع يعني الماء عمود الماء النازل، ويعني يمضي من خلال أنابيب تحت الأرض لتغذي مجموعة من السقايات والنافورات التي يعني الجميلة جدا، وبعضها عليه آلات تعزف أنغاما أو شيء من هذا. هذا حقيقة ابتكار غريب وعجيب لم يسبق أن قام به مهندس من قبل، استفادت من تقدم علم الهندسة في هذه المجالات وطبقته تطبيقا حسنا بأن أنشأت أول مشروع يعني من هذا النوع لتزويد عدد كبير من السقايات الجميلة، وبعضها يحرك يعني دمى تتحرك وتقوم بأعمال حقيقة، يعني كان هذا زينة لمدينة بغداد فضلا عن تزويدها بالمياه
عن طريق هذا المشروع. أيضا من أعمالها أنها أنشأت مسجدا في منطقة كانت تعرف بسوق الثلاثة، وتحديدها تماما الآن نستطيع أن نحدد مكان هذا المسجد في شارع الرشيد بين ساحة الأمين أو ساحة الرصافي وبين منطقة الميدان. في هذه المنطقة شيدت مسجدا لها، وربما كان هذا المسجد، والحقيقة ونرجح بقوة أن يكون هذا المسجد، هو الأساس الذي تم توسيعه وتعميره عصرا بعد عصر حتى جدده ووسعه والي بغداد داوود باشا في عام 1242، يعني في أوائل القرن التاسع عشر، وعرف بجامع الحيدر خانة. جامع الحيدر خانة إذن كان واحدا من المنشآت الخيرية التي قامت بها هذه السيدة. يعني هذا ما نعرفه، وما لا نعرفه أكثر من هذا، لأن المؤرخين أشاروا إلى أنها قامت بعمل كثير من المنشآت. لا نعرف ما هو هذا الكثير، عدد كثير من المساجد من المدارس، لكن هذا ما نعرفه. ليس كل شيء قامت به هذه السيدة المحسنة سجل اسمه وموقعه، ولم تكن ثمة إحصاءات من هذا النوع، لكن هذه الإشارات دلت على مقدار اهتمامها وكثرة ما قامت به من المبرات التي ظلت لفترات طويلة ولقرون، بعضها ظل لقرون يعمل ويقدم النفع لأهل بغداد. هذه السيدة كانت محبة لبغداد ومحبة للبغداديين، ولم تشعر يعني بما تشعر به الضرات عادة من يعني من ضيق، كون أنها جاءت بعد سيدة سبقتها إلى قلب زوجها الخليفة المستضيف، وأعني بها زمرد خاتون، إنما نافستها، ولكن فيما يقرب إلى الله من أعمال الخير والبر. والطريف أنها حينما توفيت هذه السيدة دفنت في نفس ضريح ضرتها، اللي هو القبة الشامخة التي ما تزال موجودة في الجانب الغربي من بغداد، والمعروفة شعبيا باسم قبر السي الزبيدة. هذه القبة أنشأتها السيدة زمرد خاتون وفيها دفنت، فدفنت ضرتها إلى في جانبها، في جانب قبر ضرتها تحت هذه القبة. و يعني مخلدة سيرة حسنة تماما، كلها بر وتقوى ورحمة وأعمال خير ومبرات كثيرة. كانت هاتان السيدتان عنوانا وأنموذجا للمحبة والتعاون في أعمال الخير، ولم يعني ولم يعرف عنهن أي ميل إلى الكيد والخصومة التي نجدها ويجدها الكثير تحدث بين الضرات في كثير من الأحيان. رحم الله السيدة بنفشة خاتون، هذه السيدة المحسنة المثقفة المدبرة المشرفة على شؤون العلم والثقافة، إشرافها على بيتها المتصدقة المنشئة للجسور والقناطر التي قامت بما لا تقوم به المؤسسات الكبرى من أعمال البناء والتعمير. رحم الله هذه السيدة الجليلة، وإلى حديث آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.